بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبدأ اليوم بحل الإكسرسيس رقم 5 بالسيري 2 تاع جينيتيك ترانسميسيون دي كاركتير هيريديتار، انتقال الصفات الوراثية. قال لك شي لا دروزوفيل لا كولوراسيون روج دي زيو ريسيسيف بارابور لا كولوراسيون بران. اش معناه؟ قال لك الروج اللون الروج روج راه ريسيسيف، يعني متنحي مقارنة مع شكون البرون دومينو، معنى يعني سائد. هذه نحطها في المعطيات برك. قالك ان جينيتيسيا يفاكتي لا كرواسونس سوين بونت، واش عطالك كرواسونس تاع لي بارون؟ واش قالك؟ قالك دي زيو برونز فوا دي زيو هاك لا روج، وكي كي تصابوا مع بعضهم مش عطاهم. قالك في الاثنين مش عطاهم، عطاونا قالك 358 روج صحة و 360 برونز صح. واش قالك هو؟ قالك انت interpréter les résultats donnant le génotype des parents et des individus de F1. قال تعطي لي النمط الجيني للآباء وللجيل الأول صح. يعني احنا في الآباء واش عندنا هنا؟ هذا واش معناه؟ مادام قال لك هذا ريسيسيف متناحي الروج، مثلا الروج نعطوه حرف ار صغير، والبرون نعطوه حرف كبير ار كبير، يعني سائل. مادام احنا قالك راح نصالبو شكون؟ واحد روج. اذا الروج مادام ريسيسيف ريسيسيف راح نقي، لكن هذا كيف يجي؟ يجي واحد كبير هذا وهذا ما ناش عارفين شحال صح. احنا النسب هذا اللي عطاها منا كيف؟ روحوا نشوفوا هنا نكتبوها من تحت، نشوفوا النسبة تاع 358 على 358 زائد 360، كي تحسبوها تلقاوها بالتقريب 0.50، يعني 50%. 360 على 358 زائد 360 تعطيك الثاني بالتقريب 0.50 بالتقريب، يعني 50%. إذن معناها 50%. مثلا كون نديرو حرف كبير ار كبير واش تخرج لنا النتيجة؟ مثلا هانا درنا الحرف كبير هنا واش تخرج هنا؟ هذا يخرج عروس ار، وهذا ار على اليسرى تصاب يولي ار ار، ولي 100% روش ها برون صح. هنا رانا نحوس على 50%. إذا معنى الحالة الزوجة واش نقولو؟ الحالة الزوجة اللي هي إن شاء الله صحيحة، وشنو؟ يكون هاجين هذا. إذا احنا هذا واش يخرج عندي؟ واحد على زوج ار، وواحد على زوج ار صغيرة، وهنا ار على اليسرى التصالب واش يعطينا؟ واحد على زوج ار ار، واحد على زوج ار ار. اذا هذا واش حال؟ 0.5، يعني 50 مثلا 50%. هذا واش برون 50% روج صح. احنا خرجتنا هذه النتيجه. اذا لو جينوتيب تاع الابوين نمط الجينو كيفاش؟
اي خرج زيرو تيب تاع دي بارون ايه تاع الابوين وشنو الاب الاول وشنو هو ار ار في الاب الزوج ار ار الجينوتيب اف ان تاع الاف ان واش عندنا واحد على زوج ار ار واحد على زوج ار ار هذا مك هذه الاجابه تاع التمرين نروح للتمرين رقم 6 واش يقول قالك لا بارون سوايوز دي بلوم شي لو بولي اي دوي ان اليل ريسيسيف بارابور سيلوي كي برودوي بلوم نورمال بلوم اش معناها ريش قالك الريش الحريري سوايوز سوايوز يعني هو عطاه قالك ريسيسيف يعني متنحي مقاطن مع البليم نورمال يعني النورمال هو دومينو سائد صح نعطالي البليم نورمال بليم الاخر من بعد واش قال لي قال لي عندي 132 وازو يسو كروازو انترو دو هيتروزيت معناها رانا انتجنا 132 وازو عن طريق كرواسمو نتاع دو هيتروزيت هيتروزيكوت بلس بابور سوجيه كومبيان سو كي اورو دي بلوم سوايوز اي سو افيك بلوم نورمال تيوريكم قالك هنا خدمت جبت الاب ذكر مثلا والانثى كي صالبت معاهم عطات لي 132 أصفار مثلا إذا قال لك أعطيني كم أصفار ذو ريش حريري وأصفار ذو ريش عادي شحال العدد تاعها إذا صح قال لك هاجين أنثى هاجينة مع ذكر هاجين أو قال لك هيتروزيكيت هيتروزيكوت اذا واش معنى معنى هنا سوايوز هذا مثلا قال سوايوز سوايوز نعطولها اس صغيرة ونورمال نعطولها مدام دومين نعطولها اس كبيرة اذا قال لي انا راح ندير هيتروزيكوت معناها اس معناها هجين في هجين إذا هذا شحال عندي واحد على زوج اس واحد على زوج اس واحد على زوج اس واحد على زوج اس نروح نصالب من بيناتهم إذا ندير لهم الطابلو هذا الذكر هذه الأنثى واحد على زوج واحد على زوج واحد على زوج واحد على زوج إذا هنا اس 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 وكهذا في هذا واحد على ربعة دائما واحد على زوج في واحد على زوج واحد على ربعة صح اس بالاس اس اس نكتبهم في زوج وهنا اس صغيرة وهنا اس واس صغيرة وهنا اس اس إذا حنا نورمال شحال عندنا فيها حقا السائد دائما هو اللي يحضر واحدة نورمال زوج نورمال هذا السائل ثلاث إذا عندنا ثلاث على ربعة نورمال وواحد على ربعة سوايوز إذا حنا
هنا عندنا 132 عصفور، وكنقسموها على هذه. اذا واش تولي عندنا؟ مية وثمانية وثلاثين راه كاع كامل في هذا. إذا حنا 132 باش نسهلوها على أرواح نقسموها على أربعة باش تعطينا النتيجة. 13 على أربعة وشحال؟ ثلاثة. بعد تبقى لي واحد. 12 على أربعة 34. إذا الأول شحال يبقى؟ شحال عندي فيه؟ عفوا ماشي 12 على ثلاثة 33. إذا السوايز وشحال؟ حاجة نضربو في الواحد. 33 في الواحد يساوي 33. النورمال يساوي 33 في 3 يساوي 99. هذه النتيجة اللي قال لي جبدها لي صح. نروحو للسؤال الزاوج. واش قال لك؟ هي كنت حفظ المعطيات تاع التمرين يقدر اي طالب يجاوب بكل سهوله صح. قال لك سي فو زافي ان اوازون. استنى عفوا، ورانا احنا في التمرين 6. ايه سي فو زافي ان اوازون دون لي بلوم سون نورمال كي كالي لو موان لو بلو سامبل ديتيرميني ايل هومو اي هيتيرو زيكوت صح. واش قال لي؟ قال لي عطيني لي موايان وشحال عندنا هنا هومو وشحال عندي هيتيرو زيكوت. ف ليكزارسيس هذا يعني لي موايان، اول حاجه واش قال لك؟ نورمال ها في هذا. قال لك عطيني فيهم لي موايان تاع شحال عندي انايا فيهم هومو وهيترو زيكوت صح. هي هادي 33. ياك عندي 3 على 4 فيهم عفوا هادي 3 هي 99 نورمال. 3 على 4 واش فيها؟ فيها 1 على 4 نلقاوه اس اس، و 2 على 4 واش نلقاو فيه؟ اس اس. هذا الهيتروزيكوت. اذا الهيموزيكوت هوموزيكوت شحال فيها؟ معناها هذه نقسموها على 3، عندنا زوج والواحد 3، معناها 3 3 3. اذا واش تولي؟ واش تولي عندنا هوموزيكوت؟ هوموزيكوت شحال عندنا ولات؟ اللي عندنا 33 هيتر وزيكوت شحال عندنا؟ 33 الزوج تساوي 66. إذا خرجنا في النورمال خرجنا 66 صح. حاجة أخرى نعطيلو ثاني لي موايان سامبل ديتيرميني كيفاه نقدر نحصل الهومو والهيتروزيكوت. اولا اذا كان هذا طبقناه حنا على العدد هذا، لكن اذا حبينا نطبقوا عليها تيست كروس، تيست كروس واش يقول له؟ كنا غادي نطبقوا عليه يقول لك نورمال في سوايوس نورمال. احنا عندنا في سوايوس واش تيست كروس دائما هذا علامة استفهام والمتنحي دائما باين. اذا عندنا الاف ان، عندنا زوج حالات الاف ان اذا كانت 100 بالمية نورمال واش تولي عندي؟ هذا تولي الشكل تاعها هاك، هذا جينوتيب تاعها. والحالة الزاوجة إذا كانت الاف ان 50% نورمال و 50% سوايوز
معناها الجيم والتيب شحال يخرج عندنا هذا يخرج اس اس هذا المتقن في التمارين الاخرى ان شاء الله.